نرجع تاني مع بعض في كوره كل يوم، وانضمنا الاستاذ احمد الخضر ناقد رياضي مميز جدا طبعا ورئيس المنظومه الاعلاميه داخل نادي الزمالك. لكن هنتكلم معاه في كل حاجه النهارده، هنتكلم معاه مع الزمالك، وهنتكلم ايضا على لقاءات الدوري المصري. وبقالي كتير وحشني استاذ احمد، كان دايما ضيف دائم لكن ظروف الفتره اللي فاتت يعني كان بعيد شويه عننا. ازيك يا استاذ احمد؟ وحشنا كابتن كريم. اخبار حضرتك ايه؟ والشياكه برضه كل مره حاجه خضراء، حاجه الله يخليك، بينك، حاجه بنفسجي، مدلع مدلعنا انت معاك. مش موجود بقى، قلت انتشر. الله يخليك يا استاذ احمد. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. مبروك طبعا لينا ولمصر وللزمالك وكل الزملكاويه والمجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني والمنظومه وكل الناس داخل نادي الزمالك. فوز كبير، وفوز ان شاء الله يقربنا من بطوله افريقيا يا استاذ احمد. احنا على فكره مع المنظومه عاملين ناخد بطولات، يعني دوري وكاس. الدنيا ماشيه، الدنيا ماشيه الحمد لله، وشنا حلو. انا عايز اقول بس ان هي وكلامي كان مع الجهاز الفني، مع مجلس الاداره، برضو مع اللعيبه. انا بقول ان هي اللي كانت المباراه دي يا كابتن كريم هي مباراه بطوله طبعا. يعني المباراه تحديدا اللي هي بتاعت برج العرب دي امبارح، ان انت تكسب وتكسب بعدد وافر من الاهداف، هي دي الطريق الامثل للبطوله، ان انت بتضمن قبل النهائي. النهائي العوده هتبقى عندك هنا، هتبقى المهمه اسهل. هي دي كانت نقطه مهمه جدا، ان هتوصل بيها للنهائي، بعد كده هتوصل بطوله العالم للانديه. لا، المباراه مش مجرد مباراه، مباراه هي فعلا مباراه تساوي بطوله. فالحمد لله امبارح يعني ما كانش حد يحلم انها تخلص ب 4-0. الحمد لله ربنا كرم. شايف اسباب الفوز ايه من وجهه نظرك؟ تركيز الزمالك قوي. والاول من بدري انا كنت ضد ما قلت اصل 15 لعيب، اصل 14 لعيب. انت كنت كامل واتغلبت صن داونز رايح جاي. ما بقللش كابتن محمد حلمي، على فكره كابتن محمد حلمي لغايه دلوقتي يعني ليه دور مع الفرقه، ليه دور طبعا. واللي الزمالك قدم كوره من احسن الفترات اللي قدمها في عصر كابتن محمد حلمي، دي حقيقه. لكن انا بقول ايه؟ بقول ان ما فيش حجه الفرقه الكبيره تقول اصل 17 لعيب، اصل 14 لعيب. بالعكس، انت ممكن تكون ركزت اكتر على 14 اللي هيلعبوا، لا واللي هيلعب 11 في الاخر. صح، يعني 11 و3 تغييرات، 13 14 ممكن في التغييرات، عارف. ممكن بقى ايه؟ عارف لو بطوله كامله انت هتكمل. دي مشكله، دي اللي هتكمل لك. لكن انت مباراه ما تقوليش انت عندي 17 لعيب، يعني انت امبارح لا، انت فول تيم امبارح، ما فيش مشكله. فدي اصلا انا ما كنتش احب النغمه دي، النغمه دي محبطه، ما كانتش ان انت تعلم بالعكس الفرقه. ممكن تكون فادت الفرقه بشكل ايجابي، ايجابي. وان انت عايز برضه في وسط الطوفان اللي جه، انت عايز تثبت نفسك كاي لعيب، لا عايز تثبت نفسك. شيكابالا اللي كان بعيد طوفان فعلا، طوفان. فدي هتبقى مشكله لاي مدرب على فكره. صح، ان انت ودي حلها على فكره التدوير، ملهاش حل تاني. بس انا في الفتره اللي جايه دي عايز كابتن مؤمن سليمان يركز على اللعيبه بتاعت افريقيا. انت ان شاء الله تصعد نهائي، يبقى عندك ماتشين في شهر 10، لازم هتركز على بتوع افريقيا. طبعا طبعا، ما فيهاش كلام. لا، ده الف ب. عايزين نروح اليابان بقى، الف ب. يا مرحبا، الجواكب بقى والحاجات بتاعت اليابان، نروح نشجع الزمالك هناك ان شاء الله. لا، على فكره الزمالك كانت اول بطوله، كانت اول بطوله كانت تروح اسبانيا، اللي هي اتلغت دي في 2003. كانت اسبانيا، كان الزمالك هو اللي صاعد. فان شاء الله انا بقول لي لا، الزمالك يا كريم يعني غير كده. تحس ان انت من زمان قوي الزملكاوي ما حسوش انه بقى قاعدين. لا، بطوله افريقيا وهو الممثل الوحيد لمصر، وبيكسب فرقه بحجم الوداد، وبيكسب 4. بس الوداد كانوا وحشين قوي امبارح بغض النظر. انت كسبت الوداد، يعني انا لا، انا مش بقلل من فوز الزمالك، ولكن هم كمان الوداد كان وحش، وحارس مرماهم كان وحشين قوي امبارح. والزمالك كان الحارس التاني، والزمالك كان كويس برضه قوي. ماشي، بس انا عايز اقول ايه؟ حتى لو الوداد كان وحش، انت كسبت، وكسبت فرقه يعني تقيلة بحجم الوداد. محدش كسبها 4-0، ما حصلتش. الفرقه دي اتعادلت هنا في القاهره بغض النظر مع الاهلي، بغض النظر انها اتغلبت هناك. لا، انت لا، نهائي مبكر، انت بتلعب مع الوداد فرقه تقيله قوي. الظروف خدمتك، الزمالك كان ممكن لاخر لحظه الزمالك لو جاب في جون برده كان يبقى لسه العمليه متلعبتها. ما احلى حاجه ان الزمالك كسب 4-0، ده كان ولو 3-0 كويس، لكن ما كانش يدخل في جون. يعني كان الاهم اللي انا عمال اقوله، لو الزمالك ده دخل في جون لا مشكله. فانت تطلع بنتيجه اقرب للحلم، لا ده بتدل ان الزمالك ان شاء الله ماشي في طريقه، ان هو هيكمل. ولا هي في فتره تحس ان لا، يعني مش عايز اقول عصر الزمالك عشان الاهلي ما يزعلوش، بس لا، بس الزمالك رجع. هم الزمالك قوي والاهلي قوي، ده كويس. اللي ما حدش واخد باله منه الفتره اللي فاتت يا كريم، يعني الزمالك بعيد قوي. طيب، عايز اكلمك على الجمهور الحلو ده والشكل الجميل اللي كان في استاد برج العرب، لكن كان في بعض السلبيات. تمام، وانا في بدايه الحلقه قلت يا جماعه بقى عايزين نرجع العلاقه الحلوه ما بين رئيس نادي الزمالك وبعض الجماهير اللي زعلانه او العلاقه ما كانتش كويسه، وخلاص الزمالك داخل على بطوله وافريقيا وعايزين كلنا نجتمع ونبقى ايد واحده، جماهير ولاعيبه وجهاز فني ومجلس اداره وكل المنظومه. تمام، الحاجات السلبيه اللي حصلت والهتافات شويه امبارح ضد مجلس الاداره او ضد رئيس النادي، تحب تقول ايه للجمهور؟ لا، هو مش الجمهور كله، اللي هتف ضد او الجمهور طبعا، الجمهور عموما. لا، ده جمهور عظيم، جمهور كبير، جمهور نادي الزمالك. لكن انت اللي رايح يشتم، لا،
ما هو انت كده بتزيد المشكله اكتر، ما هو كده مش هيبقى في حلول. انا معاك يا كريم ان لازم يبقى في حل ولازم الجماهير ترجع والكلام ده، بس هل هترجع ان انت تشتم وتسب والكلام ده؟ ده امر غير مرفوض. الفرصه جايه والانتصارات بتجيب انتصارات والبطولات بتجيب بطولات، وانت كجمهور يا زمالك تاني وتالت كل ما هطلع اقول طب ما انت كان فين البطولات؟ أي. انت كان حاصرت انت كريم فتره كانت اللعيبه مع كابتن حسن شحاته مش لاقيه 100 جنيه مش لاقيه مستحقات، وكان الكابتن يعاني ومعلش وتعالى وعشان قطري او الكلام ده، فانت اللعيبه بتاخد مستحقاتها، الفرقه بتكسب. طب انت كجمهور، انت نمره واحد، انت كزملكاوي كجمهور زمالك عايز الفرقه تكسب. أي. فانت الفرقه تكسب، فايه ده؟ لازم تقرب وتقدم تنازلات، لكن انت ما تستعملش راس براس وتقعد تشتم والكلام ده، لا ده مش هينفع. انا شايف ان يبقى انا مع ان لازم يبقى فيها حل، وعلى الاقل مبدئيا لا اللي يبقى في ده حسن النيه، ان ما ينفعش يبقى في. بس امبارح الجماهير كانوا 20,000 25 طبعا اكتر من عدد التذاكر. والله ايه اللي حصل؟ انا بحلم ان ما هو على فكره بالنسبه في جماهير اللي اتقبض عليها دي، انا معلومتي من هناك اللي اتقبض مش اللي معاه تذاكر ومعهوش استمارات، برضه اللي معاه كان في اتوقع ان ممكن في برضه في تذاكر اتزورت في حاجات زي كده. العدد كان اكبر من التذاكر المطبوعه. طبعا يعني حتى بغض النظر عن اللي هو معاه تذاكر ومعهوش استمارات، ده قصه والتذاكر الثانيه دي، لكن العدد ده برضه يدخل لغز. الحلقه ايه بالنسبه للعيبه والجهاز الفني بعد الفوز النهارده، بعد الفوز امبارح؟ وانا عارف طبعا ان في فرحه وسعاده وكل حاجه، لكن التركيز يا استاذ احمد، الكره غداره طبعا، يعني الوداد برضو ما تستهنش بيه على ارضه وسط جمهوره، الله اعلم ايه اللي يمكن يحصل، بس الزمالك لو ركز وخد المباراه على محمل جد وبدون استهتار يعمل نتيجه كويسه هناك كمان. ده طبيعي، وانا برضو يعني كنت اتبسطت ان برضو كابتن اسماعيل يوسف صمم ومجلس اداره والجهاز يا كابتن كريم، ان برضو عارف انت في سفريات بتبقى عارف سفريات الاحتفاليات دي بقى مصر كلها هتروح هناك تحتفل او الكلام ده، لا كان في اصرار من الجهاز الفني برضو اللعيبه اللي هي افريقيا ان برضو السفر يبقى في اضيق الظروف او الكلام ده، مظاهر اللي هي 17 لعيب بس بالظبط مظاهر اللي هي الاحتفاليه دي لا بلاش. فده يدل على شيء، يدل على التركيز. لا طبعا ما حدش يقدر يقول المباراه انتهت، وكتير قوي كتير قوي 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 التاريخ بيقول لنا ان بيبقى فرقه كسبانه 4 و5 بتحصل مفاجآت. لا المباراه تخلص لسه بعد 90 دقيقه اللي هم بتوع الرباط في المغرب، لكن انت ما تركزش وان انت تقول خلاص صعدت وعمال تركز هتلعب صن داونز ولا هتلعب مين ولا لا لا لا، انت دلوقتي تركز في المباراه، المباراه برده ما تضمنش، الكوره غداره، فاهم حاجه التركيز زي ما بتقول. اللي عايز يسال يا جماعه استاذ احمد الخضري اي سؤال يبعت لنا على الاس ام اس، انا معايا رسائل كتير جدا. في واحد بيقول لي يا كريم انا نفسي اشجع الزمالك في المغرب، لسه سافر مع الزمالك المغرب. هو في جمهور هيروح للزمالك؟ هيعمل رحله للجماهير؟ هو لغايه دلوقتي لسه، بس لسه. لو في عدد احنا ممكن سهل جدا ان نتنظم رحله يعني. بس هو يعني مثلا الوقت 300 400 بس بس هو الوقت بسرعه يعني، ده اللي هيبقى بكره السفاره والتاشيرات او الكلام دوت يعني. مساء الخير يا كابتن كريم، انا ايهاب علي من البحيره. هو كاس السوبر امتى؟ لغايه دلوقتي شهر 12 قالوا، بعد ما قالوا في شهر 2 يعني. انا شاكك بس لسه، انا شاكك في الميعاد يعني. كابتن كريم، سان داونز كان بيلعب على ارضه النهارده ولا لا؟ لا، انا احمد من الجيزه. لا، سان داونز كان بيلعب في ملعب زيسكو في زامبيا. اوكي، و 2-1 لصالح زيسكو. الجون ده اللي ممكن يصعده جدا، صعد سان داونز لو كسب 1-0 بس. طبعا هو سهل جدا ان سان داونز يكسب 1 في ارضها يعني، فرقه حلوه. وليد من المنوفيه برضه بيقول لي عايز اعرف فوز زيسكو النهارده كان على ارض مين؟ انا وليد من المنوفيه، كان على ارض زيسكو. مساء الخير يا كيمو، انا زملكاوي صميم ومبسوط جدا بفوز الزمالك النهارده. انا اسلام هشام من كفر الشيخ وبحبك قوي يا كابتن كريم. ومنتخب مصر هيلعب امتى؟ منتخب مصر ان شاء الله هيلعب يوم 9 اكتوبر، التجمع هيكون يوم 1، ودي اول مباراه لمصر في تصفيات كاس العالم. طيب امبارح شيكابالا، ايمن حفني، مصطفى فتحي، باسم مرسي، امبارح الاربعه الفراوده او الاربعه المهاجمين بتوع الزمالك هم اللي جابوا الاهداف. تمام، انا هبدا لك مصطفى فتحي. مصطفى فتحي ده تحس ده يا كابتن كريم ان هو اللي بيصنع الفرق، كسبان خسران او الكلام ده تنزل يعني، تنزل لو انت كسبان 6-0 هينزل يجيب جون، هيجيب ضربه جزاء. لا، مصطفى فتحي ده هو اللي بيصنع الفرق، تحس ان انا بحس بمتعه، تغييره رائعه دايما. بحس بمتعه وانا اتفرج على مصطفى فتحي. مصطفى فتحي ده قصه ثانيه. شيكابالا انت بتبص له ان لعيب كان خلاص كله بيقول لك لا ده بطل، لا ده خلاص يتأيد، لا ما يتأيدش، وكان في اتجاه كبير قوي ان هو يتباع، يعني كان في حاجات كتير لغط حصل على شيكابالا، سواء هو ظلم نفسه او ما اتظلم او لكن شيكابالا رجع بقوه امبارح، واثبت ان هو لا ان هو شيكابالا وان هو كابتن كبير ولاعيب كبير. انا فرحان له برده امبارح، وباسم على فكره عجبني قوي رمزي خالد قوي، رغم انه مش باك ليفت. انت عجبني قوي انت تفسيرك ليه انه ما حسسكش ان في مشكله في باك ليفت. صح، انت ساعات كنت ممكن تلعب حد باك ليفت بس تحس ان في مشكله وان ده جاي عليه، لا
ده لعيب كورته كويسه ولعيب ما حسكش قوي انه في مشكله. هو احلى حاجه في الزمالك لعيبته عندها مرونه تكتيكيه. تمام. يعني احمد توفيق يقدر يلعب في ثلاث مراكز، شوقي السعيد يلعب ديفندر، يلعب باك رايت، يلعب هاف رايت، شوقي السعيد يلعب مساك. انا بتكلم كمان على اللعيبه المقيده. رمزي خالد بيلعب باك رايت، بيلعب هاف رايت، قلت له العب باك ليفت، لعب. ما فيش رمز خالد هيلعب معروف. لا يعني انا قصدي فعلا دي بتسهل مهمه اي مدرب. وبعد بقى في الدوري انت هتلاقي قدامك ثلاث فرق. عاجبني كمان ان الزمالك خلال السنتين اللي فاتوا معدل الاعمار بتاع اللعيبه نزل، يعني بقت كميه الجري كتيره. يعني دايما اي فريق يقول لك انا عايز 3 4 او 2 3 خبرات اللي هم فوق ال 30 و2 3 الوسط واتنين تلاتة الصغيرين الزمالك عنده كده التركيبة كده. لا الزمالك يعني برضو الزمالك السنة دي مع الإضافات الجديدة، مع جون زي الشناوي، مع 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 لا يعني انت أي مدرب هيحتار يلعب مين ولا مين. كابتن كريم أنا بحبك، والزمالك هيفوز بأفريقيا، وأسوان كلها بتحبك، وأنا كمان بموت في أسوان. طبعا. أنا مصطفى وأهلاوي من دمنهور، بحبك قوي يا كابتن كريم أنت وكابتن حسن شحاتة، وإن شاء الله الزمالك ياخد دوري الأبطال ويمثل مصر في كأس العالم. شايف في روح حلوة يعني طبعًا بعض الأهلاوية. وأنا ودي الجديد، أنا برضه على الفيس والتويتر والكلام ده ملاحظ إن يا كريم إن اللغة العدائية اللي هي بقى لك الفترة اللي فاتت دي اختفت، وناس كتير قوي بتبارك. في واحد بقى يعني إيه بيسخر شوية بيقول لك أنا أحمد محمد وأنا أهلاوي، وبستغرب قوي لما أعرف إن حسام عاشور خد 6 أبطال دوري، دوري أبطال أفريقيا يعني، والزمالك كله واخد 5 دوري ابطال افريقيا. ده لا تعليق عشان اقول اسم. برضو رساله جايه لي بس مش من غير اسم، يعني عايز اي حد بعد كده بعد اذنكم يا جماعه يبعت لي عشان ابقى عارف مين بس اللي بعت رساله. بيقول لي المعلق الجزائري امبارح كان منحاز جدا ضد الزمالك. لا ده وده واضح جدا، وعايز اقول النادي، هو بيقول بقى النادي الزمالك ده شرف الكره المصريه، ويقول التحكيم كان سيء. التحكيم كان كويس. لا التحكيم ما فيش حاجه خالص. يعني راجل بنت الجنوب افريقيا كان كويس قوي. لا 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 مش انا، لا انا عايز اتكلم على حفيظ دراجي فعلا كان سيء. ما ينفعش تحياتي لقناه النهار. ما ينفعش المعلق كابتن كريم ما يبقاش حافظ اسم اللعيبه مصطفى فهمي وحسين فهمي والكلام ده. لا يا ما يصحش. يتابع مصطفى فتحي مصطفى فهمي. يعني انا قاعد جنبي كل شويه يقول لي هو مش مصطفى فتحي، اقول له يمكن غيروا اسمه. ما ينفعش كل شويه يقول مصطفى فهمي. وتحس ان برضه ان هو متحفز ضد الزمالك، ان هو عايز جون يدخل في الزمالك، عايز ضربه جزاء، عايز عايز عايز. لا كانت صدمه ان الزمالك يكسب 4 بالنسبه له. انا حضرت له حلقه حفيظ دراجي زمان معاه في قطر. لا هو ما بيحبش الانديه المصريه، مش عايز اقول ما بيحبش مصر، لا هو ما بيحبش الانديه المصريه كلها. الزمالك الماتش الثاني امتى؟ والاهلي برضو امتى؟ والسوبر امتى؟ الاهلي هيلعب مع المقاولين يوم الخميس في الدوري المصري، الزمالك الماتش الجاي يوم السبت في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. الماتش هيكون بالليل؟ طبعا بالليل متاخر. المغرب دايما بيلعب، المغرب بيلعبوا. انا نادر نبيل واتوقع الزمالك يتعادل 1-1 في مباراه العوده. انا مهند من المنوفيه واتوقع فوز الزمالك 1-0. انا محمود من الشرقيه، ازيك كابتن كريم؟ ويا رب الزمالك يكسب وانا اهلاوي. انا عمر جابر، وان شاء الله الزمالك ياخد دوري ابطال افريقيا. انا هشام من الزقازيق وبحبك موت. هو ماتش النهائي ذهاب وعوده امتى وازاي؟ يعني هو الزمالك هيلعب ان شاء الله لما يصعد نهائي. الماتش الاخير العوده في النهائي هيبقى في القاهره ان شاء الله. صح؟ ان شاء الله. واعتقد في شهر 10 النهائي، بس ما اعرفش بالظبط كام. ان شاء الله. انا شهد وانا من عشاق الزمالك، واتمنى الزمالك يفوز ببطوله افريقيا. ازيك يا كابتن كريم؟ انا هدى وبحبك جدا، بحب البرنامج وانا اهلاويه، وان شاء الله الزمالك بطل افريقيا. وانت ايه رايك في اداء الاهلي؟ الاهلي كان كويس النهارده. الاهلي كويس بس الاسماعيلي صعب عليه الجيم. الاسماعيلي صعب الجيم. بس الاسماعيلي صعب، بس مش الاسماعيلي لعب كده. ما الاسماعيلي ما بيلعبش كره هجوميه خالص. لا لا مش ده الاسماعيلي. انت كده بسم الله الرحمن الرحيم من اول بتاع بتقول انا مش هنافس على الدوري. حد يقدر يقول يعني كلامي غلط؟ لا صح. من اول الدوري كده ان انت بتقول اسماعيلي مش هينافس على الدوري. هي طبعا هي حلوه ووحشه ان الاهلي واسماعيلي اتقابلوا في بدايه الدوري. يعني انا برضو حسينا ان في دوري النهارده، ان الاهلي واسماعيلي المباريات اللي فاتت دي برضو لسه. والله انا شايف في ماتشات حلوه قوي كويسه، بس يعني كان اهلي واسماعيلي لا بدايه قويه. وانا برضو مع ان بدايه الدوري لازم تبقى فرق كبيره، مش شرط الاهلي واسماعيلي بس، يبقى اهلي او زمالك او اسماعيلي طرف فيها. يعني احنا بقالنا يومين ثلاثه مش حاسين ان الدوري بدا. لكن البدايات بتفرق قوي. الاسماعيلي لا سيء، مش الاسماعيلي اللي يلعب كده. وانت في بدايه الدوري مش تفرق معاك خسرت كسبت، وديك خسرت في الاخر، العب جيم مفتوح. يعني خسرت واديت رساله ان الاسماعيلي، الرساله واضحه ان الاسماعيلي لا بعيد، مش كويس، مش بعيد. والاسماعيلي عارفين الاسماعيلي بيلعب مع في نقص، في برضه ضعف الامكانيات. الاسماعيلي بيلعب ما عندوش مهاجم، يعني انا مش عارف الاسماعيلي ازاي يلعب فرقه زي الاسماعيلي تلعب من غير مهاجم. لا الاسماعيلي ما عجبنيش اداؤه. طبعا فرقت مع الاهلي، البدايه مهمه جدا يا كابتن كريم. البدايه أي. مهمه جدا جدا. الاهلي جاي بعد خسران الكاس وتغيير المدرب ان هو يكسب في اول المباراه، لا بتفرق جدا معنويا معاه.
انا محمد من الزقازيق وبيقول انا اتوقع فوز الزمالك باسهل بطوله على مر التاريخ في دوري الابطال. وازيك يا كيمو؟ الحمد لله على السلامه. بس مش اسهل ليه؟ ما كان فيها فرق قويه جدا جدا يعني. برضو يعني مش عايز ابين ان الزمالك لما ياخد بطوله يا جماعه ان هي بطوله سهله، وان هي لا، دي كان فيها الاهلي وفيها الوداد وفيها زيزو، لا فيها فرق تقيله يعني. الف مبروك للزمالك. انا عماد نبوت من عزبه مبروك. فوز الزمالك امبارح بسبب ضعف المنافس، اتمنى الا يختار مؤمن سليمان بهذا الفوز السهل. ما انا برضو ضد فكره ان الزمالك كسب عشان المنافس، هو الزمالك اللي خلى الوداد وحش. وبعدين برضو انا مش مع ان الزمالك خد البطوله. يا جماعه الزمالك ما خدش بطوله افريقيا، الزمالك لسه ما صعدش النهائي. ما ينفعش كده، النغمه دي ليها تاثير سلبي على 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 الكل. لا، الزمالك كسب المباراه الذهاب 4-0 ولسه في مباراه عوده، بعد كده تتكلم عن النهائي. ايوه. مساء الخير يا كابتن كريم، كل سنه وانت طيب. مبروك نادي الزمالك وانا بحبك جدا. انا ابانوب من اسكندريه. انا ناصر المنصوري. فين الكابتن حسن شحاته من طلائع الجيش؟ وكابتن حسن اعتذر بالاتفاق مع اداره طلائع الجيش في الفتره الماليه لبعض الظروف كده مش هنقدر نتكلم فيها يعني. ازيك كابتن كريم؟ انا عبد الرحمن وانا اهلاوي واخويا عبد الواحد زملكاوي، احنا من اسوان وبنحبك قوي وعايزين نعرف هي ومش مكمل الرساله. كيف نرفع مرتب كوبر ونهبط في التصنيف؟ انا صابر رجب من القاهره. احنا هبطنا في التصنيف 10 مراكز عشان احنا اتعادلنا مع غينيا وخسرنا من جنوب افريقيا. فيقول لك ازاي نرفع؟ بس انا بقول ان ده بند في العقد، والراجل حقق هدفه ان منتخب مصر يصعد لامم افريقيا. انا ليه على يعني كلام كتير على المنتخب يعني، مش عايز برضو احباطات قبل كده، لكن انا حتى هذه اللحظه لا، الكوبر لما يقدم اوراق اعتماده والمنتخب برضه ولا مفيش ملوش شكل يعني. اختصار شديد يعني، لا المنتخب يقلق طبعا. يقلق طبعا، يقلق. طيب استاذ احمد، لو كلمتك على الدوري الاسبوع الاول، 8 ماتشات اتلعبوا، 21 هدف، يعني نسبه تقترب من 2.8 هدف في كل مباراه، اعتقد نسبه عاليه جدا. الاسبوع الاول كل اللقاءات انتهت بفوز احد الفريق، احد الفريقين على الاخر. ومفيش مباراه انتهت بالتعادل، ومفيش مباراه كانت 0-0. دي حاجه كويسه جدا يعني. دي اهم ملاحظات، ان يعني انا يعني من اسوأ المباريات اللي بتبقى 0-0 دي. 0-0 دي حاجه وحشه، لكن كويس ان في اهداف. ايوه. بس طبعا الحاجه اللي مش عجباني الفرق اللي صاعده، نصر التعدين وطنطا. لا، برضو هنرجع تاني نقول ان كده انت يعني يدعموهم يصعدوا يلعبوا يقدروا يلعبوا مع الكبار، يتقل عدد الدوري. لكن انت مسابقه زي دي وفيها رعاه وفيها مش عارف ايه والكلام ده، انت كده بتضعف في المسابقه. ما ينفعش ان انت يعني انت عارف، انت لو ماتشين ثلاثه لطنطا والنصر التعدين كده، شكرا بقى خلاص. هتبقى برضو نفس القصه بتاعت المحله السنه اللي فاتت والكلام ده. صعب جدا ان انت ان ده يبقى شكل دوري يعني. انت ما عجبكش بس الشرقيه متماسكين امبارح شويه والله. لا، الشرقيه احسنهم. الشرقيه احسنهم يعني، بس كان بيلعب امام سموحه وكان شكلهم كويس. لا طبعا. بس هل على المدى بقى بعد كده هتقدر تكمل؟ هي دي المشكله بقى. ده الدكه اللي تقدر تكمل، هي دي المشكله. فانا قلبي مع الفرق الثلاثه اللي صاعده، هتبقى مشكله. فانت برضو يا كريم، لا، انا اقلل الدوري يبقى دوري قوي. ايوه. سيد الاسيوطي بيقول لك ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك. سلامي ليك وان شاء الله نفوز بدوري الابطال اكيد زملكاوي. كابتن كريم، انا سالتك قبل كده الذهاب هيكون فين لو صعد زيسكو. انا وليد من قلت لو زيسكو صعد يبقى برضو الذهاب هيكون في زيسكو، والعوده في النهائي في القاهره. انا محمد زيدان وبحب الزمالك قوي، ان شاء الله الزمالك بطل افريقيا. انا حمد من المنيا وبحبك كابتن كريم وبحب الزمالك. بالخط العريض، من لا يعشق الزمالك فهو انسان مريض. لا، ملهاش علاقه، كل واحد وانتماءاته وحبه. طبعا. وما نقدرش نقول لازم الناس تحب الزمالك او الناس تحب الاهلي، كل واحد بانتماءاته. طبعا. طيب، في جات لي رساله من السويس. ازيك يا كابتن كريم؟ انا مش عارف، هيثم جمعه، ابراهيم جمعه، انا ابراهيم جمعه من السويس. ازاي احصل على كارنيه او استماره لنادي الزمالك وانا من السويس ومش قادر اجي مقر نادي الزمالك؟ هقول. يعني اللي هو اسمه ايه؟ ابراهيم جمعه. يا استاذ ابراهيم، في ناس جت من كفر الشيخ وناس جت من مطروح. بس في الظروف ما تقدرش تيجي. انا قلت حاجه سهله قوي. ليه الزمالك ما يعملش استماره على الانترنت؟ سهل. موقع يكون موقع سهل، والراجل يبعت بياناته والبطاقه، هيجي يستلم الكارنيه في الاخر. ماشي، مرة واحدة. ماشي، دي ماشي. ممكن هي الفكرة ان انت بتعمل الاستمارة دي هي مرة واحدة. بعد كده انت خدت الاستمارة دي، في ملايين عايزين يحضروا الماتش. ما انت خدت الكارنيه، خدت الكارنيه، في ناس كبار في السن طبعا. ما انا بقول كويس، المرة دي ما هي اي تجربة اي تجربة بتبقى صعبة في بدايتها. انت بعد كده بالكارنيه ده، انت في السويس هيبقى في تذاكر منفذ في السويس، انت في اسكندرية في منفذ في اسكندرية، هتشتري التذاكر وبعد كده خلاص القصة انتهت.
القصة خلصت. انت في ظهر الكارنيه هتلاقي بيانات انت بتلتزم مش عارف ايه وايه ومفيش شماريخ ومفيش 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 وخلاص. ودي الاهم من دي ان انت ممكن تجربة تعمم في الدورة يا كابتن كريم. ايوه وعلى الاهلي وعلى الزمالك وكل الفرق يعني. يا كابتن كريم، محمد ابراهيم عامل ايه؟ محمد ابراهيم في المانيا وهيرجع اول اكتوبر ان شاء الله يعني. انا بهاء عبد الخالق وان شاء الله الزمالك ياخد بطولة افريقيا. منور الشاشة كابتن كريم، اخبار محمد ابراهيم ايه؟ انا احمد المنياوي. احنا قلنا ان شاء الله محمد ابراهيم هيرجع باذن الله في شهر اكتوبر. محمد خليفه من سهاج، مبروك للاهلي النهارده ومبروك للزمالك. انا احمد حلمي من اسيوط، بحبك كابتن كريم ومبروك للزمالك وعايز اروح المغرب، ونص عليك ونص عليا عايز اروح المغرب انا. طب والله ما تاخدني معاك. طيب طماع دبستني على الهوا يا احمد. ماشي. انا احمد بن بني سويف، انا نفسي بس باسم مرسي يهدى ومصطفى فتحي يلعب مش مكمل، ممكن عايز يلعب ايه جماعي يعني مش عارف. بس كويس هو باسم قوته، هو باسم كده في اللي هو يبقى في الملعب بيجري وبيخبط، هو دي قوه باسم مرسي. لا لا باسم هايل، باسم هايل. طيب انا رنا من اسكندريه بتقول لي انا بحبك قوي يا كريم. مش حد بيحبنا يقول له إيه؟ مش حد رنا. مش حد اسكندريه لا مدام رنا يبقى مش دعوه مش عارف اتكلم. انا بحب كل طبعا مشاهدينا اللي بيتفرجوا علينا، وشرف ليا ان الناس كلها بتتفرج علينا من اسكندريه ومن اسيوط ومن الصعيد ومن كل حته ومن سينا ومن كل حته. وان شاء الله انا اجتهد الفتره القادمه من خلال قناه النهار ونعمل حاجه افضل كمان ان شاء الله الفتره اللي جايه. استاذ احمد، الدوري اتكلمنا على الاهلي والاسماعيلي. انت قلت لي انا قلقان على النصر التعدين وطنطا الشرقيه ممكن يعفروا شويه مع كابتن طارق يحيى. مين الفرق اللي عجبتك؟ والله هو بدري قوي برضه اتفرجت على الماتشات كلها ولا بس انت بدري قوي ان انت تقول. بس يعني انت هتقول يعني عجبني الطلائع، المقاولين اتغلب، المقاولين اتغلب وعجبني، عجبني المقاولين، عجبني الاتحاد. يعني هو دوت التصور ان الاتحاد اكتر فرقه عجبتني. الاتحاد سكندري الصفقات كلها من نادي الزمالك او معظمها. بس هتكمل، ما هي الفكره، ما انا بقول بس ان انت ثلاث اربع مباريات اقدر اقول لك، لكن بدايه كده الاتحاد عجبني. المنافسه على الدوري ما بين مين ومين غير الاهلي والزمالك؟ لا طبعا واضحه كده، الاهلي والزمالك بس طبعا. ما هو الاسماعيلي النهارده هو بيقول انا مش هنافس. انا مش بمجموعه اللعيبه طبعا، دي حاجه تزعل يعني. كلنا بنحب الاسماعيلي، ان انت طريقه اللعب وبدايه الدوري وبتاع، العب العب. انت عارف انت لو كسبت اصل المباراه زي دي بتبقى 6 بونت، بعدين هي مصلحه للاهلي ومصلحه للاسماعيلي مش مصلحه للزمالك، ان يبقى بدايه الدوري اهلي واسماعيلي. انت بتيجي في الاخر المباراه بتبقى بتصعب على اي حد يعني، اما الاهلي والاسماعيلي يتقابلوا قبل نهايه الدوري 3 4 مباريات غير لما يتقابلوا في بدايه الدور الثاني، فانت بتسهل لك برضه، بتسهل للاسماعيلي، فكانت فرصه على الاقل انا ما كسبتش ما اخسرش. طيب عايز يعني في ناس كتير بعتالي، انا بصراحه ما شفتش ضربه الجزاء بتاعت الاهلي، ما شفتش تم حسابها ازاي، فمش قادر احكم يعني. لما اشوفها هبدا اتكلم عليها بشكل كويس. انا كنت في الطريق جاي ان انت عارف ماتش الاسماعيلي والاهلي خلص الساعه 11 واحنا هنا بنبدا 11، فكنت جاي في الطريق. شفت ضربه الجزاء؟ والله انا شايفها يعني هي اقرب لضربه الجزاء، بس يعني انا مش قادر مش قادر. في ناس كتير يعني مش قادر قايله لي يا كريم ضربه الجزاء ومش عارف. والله برضو ما قادر يعني، مش فعلا مش قادر، لكن انا لو متاكد ان هي في ضربه جزاء هقول، وبرضو ما اقدرش اقول مش قادر. ابعتوا لنا رسائل يا جماعه قولوا لنا. طيب يعني اتفرج عليها. يعني لا مش قادر مش قادر برضو فعلا اقيمها فعلا يعني. زملائي شرحوا لي ان هي الكره اتلعبت عاليه، عمرو جمال طلع في الهواء خبطوا محمود متولي من ورا، فتم احتساب ضربه جزاء. بالظبط. يعني انت شايفها صحيح يعني الى حد ما، لكن ما اقدرش اقول لك 100%، بس انا بقول لك ده اللي انا شايفه، ده اللي حصل. طلعوا وخبطوا كده بقى. طب عايز اروح لاتحاد الكوره استاذ احمد، وفي اجتماع اتحاد كوره قريبا بكره او بعده، يدعموهم يصعدوا يلعبوا يقدروا يلعبوا مع الكبار، يتقلل عدد الدوري. لكن انت مسابقه زي دي وفيها رعاه وفيها مش عارف ايه والكلام ده، انت كده بتضعف في المسابقه. ما ينفعش ان انت يعني انت عارف انت لو ماتشين ثلاثه لطنطا والنصر التعدين كده شكرا بقى خلاص. هتبقى برضو نفس القصه بتاعت المحله السنه اللي فاتت والكلام ده، صعب جدا ان انت ان ده يبقى شكل دوري يعني. انت ما عجبكش بس الشرقيه متماسكين امبارح شويه والله. لا الشرقيه احسنهم. الشرقيه احسنهم يعني، بس كان بيلعب امام سموحه وكان شكلهم كويس. لا طبعا بس هل على المدى بقى بعد كده هتقدر تكمل؟ دي المشكله بقى، الدكه اللي تقدر تكمل هي دي المشكله. فانا قلبي مع الفرق الثلاثه اللي صاعده، هتبقى مشكله. فانت برضو يا كابتن كريم لا انا اقلل الدوري يبقى دوري قوي. سيد الاسيوطي بيقول لك ازيك يا استاذ احمد، اهلا بيك، سلامي ليك وان شاء الله نفوز بدوري الابطال اكيد زملكاوي. كابتن كريم انا سالتك قبل كده الذهاب هيكون فين لو صعد زيسكو، انا وليد من مولتن، لو زيسكو صعد يبقى برضو الذهاب هيكون في زيسكو والعوده في النهائي في القاهره. انا محمد زيدان وبحب الزمالك قوي، ان شاء الله الزمالك بطل افريقيا. انا احمد
انا حمد من المنيا وبحبك كابتن كريم وبحب الزمالك بالخط العريض، من لا يعشق الزمالك فهو انسان مريض. لا ملهاش علاقه، كل واحد وانتماءاته وحبه طبعاً وما نقدرش نقول لازم الناس تحب الزمالك او الناس تحب الاهلي، كل واحد بانتماءاته طبعاً. طيب في جات لي رساله من السويس، ازيك يا كابتن كريم، انا مش عارف هيثم جمعه ابراهيم جمعه، انا ابراهيم جمعه من السويس، ازاي احصل على كارنيه او استماره لنادي الزمالك وانا من السويس ومش قادر اجي مقر نادي الزمالك؟ هقول يعني اللي هو اسمه ايه؟ ابراهيم جمعه. يا استاذ ابراهيم في ناس جت السويس، في ناس جت من كفر الشيخ وناس جت من مطروح، بس في ناس ظروفها ما تقدرش تيجي. انا قلت حاجه سهله قوي، ليه الزمالك ما يعملش استماره على الانترنت؟ سهل موقع يكون موقع سهل وراجل يبعت بياناته والبطاقه هيجي يستلم الكارنيه في الاخر ماشي مره واحده ماشي دي ماشي. ممكن هي الفكره ان انت بتعمل الاستماره دي هي مره واحده بعد كده انت خدت الاستماره دي في ملايين عايزين يحضروا الماتش. ما انت خدت الكارنيه، خدت الكارنيه في ناس كبار في السن طبعا، ما ستات. انا بقول كويس المره دي ما اي تجربه اي تجربه بتبقى صعبه في بدايتها، انت بعد كده بالكارنيه ده انت في السويس هيبقى في تذاكر منفذ في السويس، انت في اسكندريه في منفذ في اسكندريه هتشتري التذاكر وبعد كده خلاص القصه انتهت، القصه خلصت انت في ظهر الكارنيه هتلاقي بيانات انت بتلتزم مش عارف ايه وايه ومفيش شمريخ ومفيش 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 وخلاص. ودي الاهم من دي ان انت ممكن تجربه تعمم في الدوره يا كابتن كريم وعلى الاهلي وعلى الزمالك وكل الفرق يعني. يا كابتن كريم محمد ابراهيم عامل ايه؟ محمد ابراهيم في المانيا وهيرجع اول اكتوبر ان شاء الله يعني. انا بهاء عبد الخالق وان شاء الله الزمالك ياخد بطوله افريقيا. منور الشاشه كابتن كريم، اخبار محمد ابراهيم ايه؟ انا احمد المنياوي، احنا قلنا ان شاء الله محمد ابراهيم هيرجع باذن الله في شهر اكتوبر. محمد خليفه من سهاج، مبروك للاهلي النهارده ومبروك للزمالك. انا احمد حلمي من اسيوط، بحبك كابتن كريم ومبروك للزمالك وعايز اروح المغرب، ونص عليك ونص عليا عايز اروح المغرب انا. طب والله ما تاخدني معاك طيب طماع دبستني على الهوا يا احمد ماشي. انا احمد بن بني سويف، انا نفسي بس باسم مرسي يهدى ومصطفى فتحي يلعب مش مكمل، ممكن عايز يلعب ايه جماعي يعني مش عارف. بس كويس هو باسم قوته، هو باسم كده في اللي هو يبقى في الملعب بيجري وبيخبط، هو دي قوه باسم مرسي. لا لا باسم هايل، باسم هايل. طيب انا رنا من اسكندريه بتقول لي انا بحبك قوي يا كريم. مش حد بيحبنا نقول له إيه؟ مش حد رنا مش حد اسكندريه لا مدام رنا يبقى مش دعوه مش عارف اتكلم انا بحب كل طبعا مشاهدينا اللي بيتفرجوا علينا، وشرف ليا ان الناس كلها بتتفرج علينا من اسكندريه ومن اسيوط ومن الصعيد ومن كل حته ومن سينا ومن كل حته، وان شاء الله نجتهد الفتره القادمه من خلال قناه النهار ونعمل حاجه افضل كمان ان شاء الله الفتره اللي جايه. استاذ احمد الدوري اتكلمنا على الاهلي والاسماعيلي، انت قلت لي انا قلقان عن نصر التعدين وطنطا الشرقيه ممكن يعفروا شويه مع كابتن طارق يحيى، مين الفرق اللي عجبتك؟ والله هو بدري قوي برضه اتفرجت على الماتشات كلها ولا بس انت بدري قوي ان انت تقول، بس انت هتقول يعني عجبني الطلائع المقاولين اتغلب، المقاولين اتغلب وعجبني عجبني المقاولين عجبني الاتحاد يعني هو دوت اتصور ان الاتحاد اكتر فرقه عجبتني الاتحاد سكندري. الصفقات كلها من نادي الزمالك او معظمها، بس هتكمل ما هي الفكره، ما انا بقول بس ان انت ثلاث اربع مباريات اقدر اقول لك، لكن بدايه كده الاتحاد عجبني. المنافسه على الدوري ما بين مين ومين غير الاهلي والزمالك؟ لا طبعا واضحه كده الاهلي والزمالك بس طبعا، ما هو الاسماعيلي النهارده هو بيقول انا مش هنافس انا مش بمجموعه اللعيبه، طبعا دي حاجه تزعل يعني، كلنا بنحب الاسماعيلي ان انت طريقه اللعب وبدايه الدوري وبتاع العب العب، انت عارف انت لو كسبت اصل المباراه زي دي بتبقى 6 بونت، بعدين هي مصلحه للاهلي ومصلحه للاسماعيلي مش مصلحه للزمالك، ان يبقى بدايه الدوري اهلي واسماعيلي، انت بتيجي في الاخر المباراه بتبقى بتصعب على اي حد يعني، اما الاهلي والاسماعيلي يتقابلوا قبل نهايه الدوري 3 4 مباريات غير لما يتقابلوا في بدايه الدور الثاني، فانت بتسهل لك برضه بتسهل الاسماعيلي، فكانت فرصه على الاقل انا ما كسبتش ما اخسرش. طيب عايز يعني في ناس كتير بعتالي، انا بصراحه ما شفتش ضربه الجزاء بتاعت الاهلي، ما شفتش تم احتسابها ازاي، فمش قادر احكم يعني، لما اشوفها هبدا اتكلم عليها بشكل كويس. انا كنت في الطريق جاي ان انت عارف ماتش الاسماعيلي والاهلي خلص الساعه 11 واحنا هنا بنبدا 11، فكنت جاي في الطريق. شفت ضربه الجزاء؟ والله انا شايفها يعني هي اقرب لضربه الجزاء، بس يعني انا مش قادر في ناس كتير يعني مش قادر قايله لي يا كريم ضربه الجزاء ومش عارف. والله برضو ما قادر يعني مش فعلا مش قادر، لكن انا لو متاكد ان هي في ضربه جزاء هقول، وبرضو ما اقدرش اقول مش ابعتوا لنا رسائل يا جماعه قولوا لنا طيب نتفرج يعني عليها. يعني لا مش قادر برضو فعلا اقيمها فعلا يعني زملائي شرحوا لي ان هي الكره اتلعبت عاليه عمرو جمال طلع في الهواء خبطه محمود متولي من ورا فتم احتساب ضربه جزاء بالظبط.
يعني انت شايفها صحيحه؟ يعني الى حد ما، لكن يعني ما اقدرش اقول لك 100%، بس انا بقول لك ده اللي انا شايفه، ده اللي حصل. طول طلعوا وخبطوا كده بقى. طب عايز اروح لاتحاد الكوره استاذ احمد، وفي اجتماع اتحاد كوره قريبا بكره او بعده، وهيتم تحديد يوم الاثنين ان شاء الله بعد بكره، هيتم تحديد نائب الرئيس من خلال الترشح. يعني كان قبل كده كان الكلام ان هو اعلى الاصوات من اعضاء مجلس الاداره هو هيكون النائب. الكلام كان على كابتن حازم الهواري، وبعدين دكتور كرم كردي هو اعلى الاصوات. تمام. فقال لك لا احنا ناخدها بقى بالتصويت ونشوف المجلس يعني بالاجماع مين، او نعمل تصويت ونشوف مين ياخد اكتر الاصوات. تمام. اختاروا دكتور كرم كردي وكابتن حازم الهواري وكابتن مجدي عبد الغني، الثلاثه هيرشحوا نفسهم. ايه رايك في النظام ده؟ هو النظام دايما مهندس نائب وليده برضه ممكن يكون في اوقات مش موجود، فنائب الرئيس هو اللي يدير. هو نائب رئيس الاتحاد هيبقى نائب بصلاحات كبيره، وان هو اللي هيدير في الغالب يعني. ايوه. فلا لازم يبقى ليه مواصفات معينه، الحنكه، الحكمه، العلاقات الكويسه بكل الانديه. فمش اي حد في الدوره دي هيبقى ينفع انه يبقى نائب رئيس. أي حد تاني هيبقى عامل مشاكل. لكن انا برضو ضد النظام ده. ده كانت لازم تيجي بقاعده من مهندس هنا بريده، دي هتطلع رواسب جامده جدا، وخصوصا ان لا ان دي بقت في تربيتات تانية وفي تظبيطات تانية. لكن انا ما بقولش على مرشح بعينه، لكن لو بهذا الاسلوب هتؤدي لتفكك جوه الاتحاد، يعني مش هتعدي بسهوله. بس انت متخيل ان هتبقى ده اختار ده واختار ده، لا هتبقى صعبه على الكل يعني. بس لازم يكون في نائب رئيس. ما لازم، انا بقول قصدي يبقى ليها، كان لازم المهندس هاني ابو رده ما يرميهاش في ملعب الاخرين، لازم يبقى ليه دور ويقعد وبالتراضي، وطب ده 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 يبقى ليه نائب. هو بالعكس هو هيعمل ترشيح لاعضاء المجلس بكره تشوف، يبقى المجلس هو اللي اختار. طب اصل انت هو ما انا بقول لك هو بيغسل ايده، لكن هي ايه العمليه بالاتفاق او الكلام ده؟ اصل كان في اكيد كان في اتفاقات، كان في اتفاقات من بدري يعني. وتدخل ادخل واتفق والعمليه تخلص ازاي؟ لكن ما يعني انت مش عايز تقنعني برضو ان هي بالانتخابات مش هيبقى ليه دور المهندس هاني ابو رده والمجلس؟ طب هاتوا ده مش هاتوا ده؟ هتسيب رواسب يعني اكيد يعني. انا محمد فرغل من الصمته وبحب النادي الاهلي، وعجبني النهارده مؤمن زكريا وعلي معلول. انا محمد احمد من المنصوره، بس انا بشجع الاهلي قوي. ان علي مش معلول مش هيبقى مش باك ليفت صريح يعني. معلول لو مع فرقه بتهاجم هيبقى مشكله ان هو باك ليفت. ليه؟ لا يعني لا هيبقى اي فرقه بتهاجم كابتن من اللي بتهاجم الاهلي هتبقى هاجمه من ناحيه علي معلول. هو لعيب عالي طبعا، لعيب بس مش باك ليفت صريح يعني. انا عمر من السويس، وبمسي عليك وبمسي على الاستاذ احمد وانا زملكاوي. ازيك يا كابتن كريم؟ انا عبد المنعم من المنصوره، وبقول لك الزمالك بطل افريقيا يعني، بياكد لي. قول ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن كريم، ماتش الزمالك والوداد اللي ما حضرتوش ده في رقبه مين؟ مبروك للزمالك، انا رزق. لا ما حضرش ازاي؟ ما لو حضر، لو طبعا النظام كان حضر، ما الناس واللي حضروا دول في رقبه مين؟ في ناس حضرت يعني. ايوه. طيب استاذ احمد، الفتره القادمه يعني بعد ما نعدي الاسبوعين دول هنخش على منتخب مصر. ومرحله هامه جدا طبعاً للشعب المصري طبعاً. اكتر من المنتخب يعني، الشعب المصري حلمه كله ان احنا نوصل كاس عالم. بقى لنا كام سنه؟ 26 سنه. تمام. من ايام كابتن محمود الجواري سنه 90 ما وصلناش كاس عالم. تمام. شايف المرحله الجايه ازاي منتخب مصر؟ انا ككريم قلقت شويه من الماتشين اللي فاتوا الوديين امام غينيا وجنوب افريقيا، شايف الامور ازاي الفتره الجايه؟ لا ما ضباب. ضبابيه، محدش فاهم حاجة. أنا كان أنا من فترة كريم وكنت معاك النهار رياضة، وقلنا تقول لي مدرب محل مصري ووطني ولا مدرب أجنبي للمنتخب؟ قلت لك لا أنا مع المدرب الأجنبي. جه مستر كوبر لغاية دلوقتي، لا أنا مش مقتنع إن هو عمل لي بصمات. أنا مش من حزب المهاجمين وإن أكسر في الجهاز الفني في قبل المباراة، لكن لا 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 ما فيش شكل للفريق، ما فيش تشكيل ثابت، ما فيش انت لا برضو اصرار على اللعب دفاعي بحت، بتلعب بطريقه محمد صلاح وبس، كله يرمي الكره محمد صلاح. انا مش فني قوي يا كريم، بس اي حد فهمنا يا جماعه، انا مش فاهم شكل المنتخب بصراحه، انا مش متابع اي شكل المنتخب، او لكن مش يعني برضو كل ما قصي انا مش متفائل، بس انا قلقان وقلقان جدا. قلقان جدا جدا. شايف الاختيارات الاخيره للمنتخب ممكن يزيد عليها لاعبين تاني من خلال الدوري، ولا هي دي الاختيارات؟ هي دي الاختيارات. صح، هي دي الاختيارات. ما اقدرش اقول اختار حد لا 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 انا داخل على ماتشين بس في كاس عالم. ما هو انا بقول لك لا، ما اقدرش اقول لك ان في لعيبه جديده وان ما خدش فلان، انا مش مع المدرسه دي، لكن دور الجهاز الفني. ما هو انت في الاخر انت واخد احسن لعيبه بقى، هم دول اللعيبه اللي واخدهم احسنهم، بس انت يعني هل حد في حد يبرر لي ان مصطفى فتحي ينزل في الدقيقه 91؟
انت هل فنيا دي ليها في ماتش جنوب افريقيا هل فنيا دي يعني لا ليها معنى او ليها حاجه؟ في حاجات واخد المحمدي ما بيلعبش بغض النظر. انا مش يعني لا حاسس ان برضو التركيبه مش في حاجه لسه ناقصه. هل فعلا زي يعني انا بصراحه ما بحبش اتكلم في النقطه دي، ان منتخب مصر دايما اي لعيب سواء بيلعب في الزمالك في الاهلي في محترف في اي نادي داخل مصر بيخش المنتخب المفروض ينسى انتماءات الانديه طبعا. ويفكر في عالم مصر يفكر طبعا. في المنتخب كلام كتير اتقال ان في انقسامات داخل المنتخب الفتره اللي فاتت ما بين لعيبه الزمالك والاهلي من خلال احداث ماتش كاس مصر اللي فات يعني لحد كبير طبعا لسه في لحد كبير يعني حتى ما هو لازم هيطلع وينفي حتى لو 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 هي موجوده. عايز اقول ايه اللي هي بدات بنسبه قليله جدا بس في النفوس ولا يبقى دور الجهاز الفني ما قدرش يدخل الاجهزه الفنيه للفرق يدخل اي حد يدخل لكن لازم القصه دي تخلص لازم القصه دي تخلص. مش دي برضو بيت القصيد او دي المشكله الاساسيه؟ لا انا شايف المشكله فنيه قبل ما تكون نفسيه. لا في حاجه فنيه مش مظبوطه حاجه فنيه طبعاً. بس انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ احمد ان معسكر المنتخب اللي جاي هيكون اللعيبه المحليين لعبوا 3 ماتشات في الدوري اتمنى ان يكون ده السبب والزمالك هيلعب ماتشين في افريقيا تمام واللعيبه المحترفه هتكون خدت ماتشات اكتر في اوروبا تمام. يعني محمد صلاح ما شاء الله النهارده مع روما كسبوا سامدوريا وجاب هدف الاول تمام. فالفورمه هتبقى اعلى من الفتره اللي احنا شفناها اللي فاتت في ماتش غينيا وماتش جنوب افريقيا. اتمنى يكون كده. هو دايما مستر كوبر والجهاز الفني مصاب باختياراته بتبقى ايه اهلي زمالك محترفين مش كده؟ الا في اضيق الحدود بقى لو في حد فلته يعني. ضغط بيبقى الاعلام ضغط في باولو مش عارف ايه والكلام ده وحد فلته وبرده مش هيبقى في التشكيله الاساسيه في الاخر هي. لكن انا يا سيدي اتمنى ان يكون ده السبب اللي حضرتك بتقوله ان هو فعلا يكون ان في اللي هي اللي يعني الفورمه تيجي بعد كده اتمنى يعني. في من السويس استنى اجيب الرساله بس انا لا في حد من السويس بيقول لك يا استاذ احمد انا سمعتك ان لازم اجي مصر عشان اعمل الاستماره انا عندي 65 سنه ومش قادر اجي مصر مش قادر اقعد يعني. انا اعملها لا في فكره تانية والله يعني خلاص كده اعتقد خلاص. هو نفس هو نفس برضه الشخص اللي بعت بيقول ما ينفعش مشار مرتضى منصور يعمل مندوبين في المحافظات يعني يبقى في كل محافظه فيه زي لجنه كده برضه تعمل الكارنيهات دي. انا برضه انا عايز اقول له حاجه ان هو ما فيش عداء من اداره النادي والجماهير ان هي عايزه تتعذب فاي فكره وما فيش حاجه كامله اي فكره فيها نقاش وممكن زي ما انت قلت يا كريم تبقى على النت ويجيب الاستماره وبعد كده تعمل الكارنيه يعني قصدي العمليه لا انت مش الهدف منها تعذيب الجمهور او الكلام ده الهدف منها النظام فممكن كل اقتراح طبعا وارد ونبلغ الرساله طبعا يعني ان شاء الله حضرتك مسافر المغرب يا استاذ احمد مع الزمالك ربنا يسهل مسافر ربنا يسهل هتسافر الماتشات كلها لا احتمال ما اسافرش ليه كده لا احتمال يعني بقى لسه هنشوف يعني حسب الظروف عندي ظروف كده شويه لسه ان شاء الله. طيب تحب تقول حاجه في ختام خبر كده عايز تقوله؟ لا خبر بس ان هي الزمالك ان شاء الله ان الجماهير ان هي تقف ورا الفرقه انا مش بخص الزمالك مش اي فرقه عشان الزمالك من مصر لمصر ان الناس ما تتعاملش ان الكاس اتحسنت خلاص النغمه دي خطيره تاني وتالت هقول النقطة بتاعتك بتاعت الجمهور لازم يبقى في وقفة ولازم الموضوع ده ينتهي ولازم الموضوع ده يخلص وبأكد برضو ان هي مش تعذيب للجمهور قد ما هي النظام ونظام يعني الى حد كبير نجح ولو نجح هتلاقي جمهور في الدوري ان شاء الله. طب هقول بقى رسالتين دول عشان ما يزعلوش مني انا محمد احمد من شربين وبقول عايزين دعم لنادي شربين وبيسأل مصر هتلعب امتى؟ مصر هتلعب يوم 9 اكتوبر ان شاء الله مع الكونغو وانا حسين الفولي وبقول الف مبروك للزمالك. دي كانت حلقتنا النهارده. مبسوط ان انا طلعت معاك. الله يخليك يا استاذ احمد نورتنا وعايزين دايما كل يوم سبت ان شاء الله انت واسلام صادق الحلقات اللي كنا بنعملها الحلوه دي ان شاء الله طبعا خلاص الاجازات خلصت والعيد خلص وانا قاعدين بقى في القاهره شرفنا ان شاء الله يا استاذ احمد التوفيق ان شاء الله نادي الزمالك في الفتره القادمه. مبروك لكل الانديه اللي فازت طبعا النهارده وامبارح واول في الاسبوع الاول للدوري المصري وهارد لك للفرق اللي خسر ان شاء الله نشوف دوري قوي السنه دي ليكون مفيد للمنتخب وللكره المصريه ان شاء الله. كان عندنا طبعا فقره عالميه النهارده كبيره ولكن هنأجلها لبكره ان شاء الله ناخد كل بقى الاهداف وكل النتائج في الدوريات الاوروبيه والدوريات العربيه. بنشكر طبعا نجمنا النهارده الاستاذ احمد الخضر الناقد الرياضي المميز جدا ونتقابل على خير بكره باذن الله في حلقه جديده مع كره كل يوم. بشكر كل طاقم العمل في كره كل يوم اسلام صادق رئيس التحرير وكل طاقم العمل نتقابل بكره ان شاء الله.